يبدأ معك علي، وآخر التطورات في المنطقة الحدودية حيث توجد. زاهر، تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي وعلى علو منخفض، هي لم تغب حقيقة منذ صباح هذا اليوم، وكانت شنت سلسلة من الغارات على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 7 غارات منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة. الغارات كانت استهدفت بلدات العديسة، حولة، الطيبي، وصولا إلى بيت ليف في القطاع الغربي، إضافة إلى 3 غارات بالحد الأدنى صباحا استهدفت إقليم التفاح أو مرتفعات إقليم التفاح تحديدا صباحا، إقليم التفاح الذي يبعد قرابة 30 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي يستهدف فيها جبل صافي في إقليم التفاح، ولكن أيضا هو يعني كل هذه التطورات تأتي في سياق بطبيعة الحال اللحظة، في سياق زمني، في ذروة التوترات بين إسرائيل وإيران. طبعا هذه التطورات اليوم والسخونة وعودة السخونة نقول إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تأتي في أعقاب ليل ساخن أيضا جاء بعد إطلاق حزب الله 10 الصواريخ من صواريخ الكاتيوشا باتجاه مرابط المدفعية في الزعورة. في الزعورة طبعا نتحدث عن الجولان السوري المحتل، ولكن أيضا كثيرون هنا يرون بأن هذه العملية أو هذا الهجوم بالصواريخ يأتي من خارج السياق، خاصة وأن التجربة في الشهور الماضية كانت تشير إلى أن معظم الصواريخ أو إطلاق هذه الرشقات من الصواريخ باتجاه الجولان السوري كان يأتي كرد فعل إما على مجازر إسرائيلية كانت يعني بعد استهداف إسرائيل للمدنيين أو المسعفين جنوبي لبنان، أو بعد استهدافها للعمق اللبناني وتحديدا قضاء بعلبك. يوم أمس كان هذا الهجوم خارج السياق، ولكنه أيضا نعود إلى النقطة الصفر التي كنا نتحدث بها، وهي حيث تأتي طبعا في سياق زمني بعد التوترات أو خلال التوترات بين إسرائيل وإيران. بطبيعة الحال لبنان يعتبر نفسه معنيا بهذه التوترات، يعتبر نفسه معنيا أيضا بالرد الإيراني على إسرائيل، خاصة وأن هناك تصريحات في الأيام القليلة السابقة تشير إلى هذا الأمر. على سبيل المثال رئيس مجلس النواب نبيه بري كان حذر أيضا في الأيام الماضية من أن تتدحرج الأمور في المنطقة بعد الرد الإيراني، في حال طبعا كان الرد على الرد قاسيا. وهنا أيضا نتحدث عن الجبهة الجنوبية، أيضا أمين عام حزب الله في خطابه الأخير كان حذر من هذا الأمر، وبالتالي كل العيون اليوم شاخصة على هذا الرد الإيراني وتبعاته على الجبهة اللبنانية الجنوبية. نعم زاهر. نعم.